امينه امينه بترجاكي بترجاكي تسمعيني. شو بدك مني هلا هيك هون بدنا نحكي؟ خلينا نقعد مثل الاكابر ونحكي كلمتين على رواق. انت اللي عم تبعت لي رسائل؟ ايه والله انا لك. وخفت خيارات الله انك ما تجي. خليني ارجع على البيت احسن من لم عليك العالم. ها بس كلمتين على حب النبي، بس كلمتين. بسرعه مستعجله. ليكي يا بنت الحلال، والله انا رايدك بالحلال وعم فكر فيكي ليل نهار مشان الله، ومو ناعيني انك تسمعيني بهالكلمتين اللي بدي اقول لك اياهم. بعد كل شيء عملته بالحاره جاي تقول لي هذا الحكي؟ لك انت صفتك سودا عند الكل بعد النسيان اني بنت ابو طلال. والله والنعم منك ومن عمي ابو طلال، بس صدقيني يا امينه انا مو مثل ما الناس عم تحكي عني. بعدين شايفه عمي ابو طلال اذا بيقعد معي وبيسمعني على المظبوط شاهد الله لحتى يحبني ويقدرني. الله وكيلك عم فكر فيكي ليل نهار. انت اسمعي مني شو صار معي وانت احكمي بالحق. في لك امينه انه انا بحياتي ما طلعت بمره بالحرام، مع اني بشتغل بسوق طويل عريض كله نسوان. لك كل تفكيري كان معك. لك انت اخذتي قلبي وحياتي وعمري وعقلي. بس انا لا تحكي شيء، لا تحكي شيء، فكري بالاول. بدي اقول لك شغله بس عدم المؤاخذه، لا تفهميني غلط. العمر عم يمشي بسرعه والايام عم تركض ركض، واللي بيصير اليوم يا امينه بجوز ما يصير بكره. واذا رب العالمين كتب نصيب بيني وبيني، انا مستعد لكل طلباتك انت واهلك. والايام جاي وراح تثبت لك مين هو شحاده. انا بحبك، انا بحبك يا بنت الناس. بس انت نسيان ابي، ابي مستحيل يوافق. لك شو بدك بابوك؟ اتركي علي. لك انا بحل القصه وابو القصه. شو هو الحل؟ لا ما راح احكي شيء لحتى اسمع منك كلمه موافقه، وبعدين بقول كل شيء عم فكر فيه وعم يخطر ببالي. لك والله يا امين، والله وشهدي على كلامي، لعيشك عيشه ما سمعتي عنها بالحكايات. ايه لك لك مالي مصدق ايه ما تصيري عندي بالبيت مرتي وام ولادي. وحاجه لسه وين ما رحت ما بسمع غير امينه عنست امينه عنست. لك يحكوا شو ما بدهم، المهم انا شايفك ست الستات واميره الاميرات. اوعك اوعك تظلمي حالك وتظلميني ولا تظلمي هذا الحب اللي بيناتنا. لك ايه ايه لك ايه حب حب، ولك انا بحبك. لك 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 مستعد ارمي حالي على النار كرمالك. شو قلتي؟ وين كنتي وليه؟ انا؟ ايه انت شو؟ ليش تاخرتي؟ لك ليش تاخرتي هالقد؟ نشغل بالنا عليكي. أنا مالي بنت صغيرة لحتى تقلقوا علي. مليت وطلعت من البيت، شو فيها يعني؟ ولا خلاص أنا صرت هون محبوسة بسجنكم. طول بالك يا أبي. أنت ما تخرق لك. اسمعي ولي، أنا هالمرة راح أمرق لك إياها لأنك عملت اللي براسك ورديتي بوشي وشمك. بس المرة الجاية إذا بتطلع من البيت بدون ما تقولي لها لأمك وين رايحة أجرك هي بدي أكسرها. فهمتي؟